كل الشكر والوفاء لأي شخص بسوريا بيكرم أبناء وبنات الشهداء. يعني هنا عم بيكرموني أنا من خلال أبنائنا، فهذا بقدم لهم كل التحية والاحترام إنه عم بيهتموا مو بشخصي، نهتم بالرسالة اللي حملناها، هي رسالة أبناء وبنات الشهداء، واللي بيخليني أفرح أكثر إنه إلهم حضور وين ما راحوا بأعمالهم. والحقيقة هاي ميزة لأبنائنا وبناتنا، بقولهم مزيد من العطاء للوطن اللي أعطاكم. امرأة تستحق لقب أم، لامرأة تستحق أن تكون خير، يعني خير إنسان مثل أبناء وبنات الشهداء ورعاهم من بعد توجيهات القائد المؤسس حافظ الأسد ورئيسنا الدكتور بشار، اللي تناوبوا على إعطاء هذه الامرأة، هذه الأم، حقيقة دورها الحقيقي اللي كانت أثبتت تواجدها وأثبتت حقيتها في إدارة هذه المؤسسة. لما كنا نروح على المدرسة منشوف قديش كانوا الصغار قبل الكبار يلحقوها، وماما شهيرة، هذا مو أي إنسان بيعطي هذا الانطباع أنه تكون هي أم لهالأبناء هدول اللي فقدوا الأب، وكانت نعمة الأم لإلون. طبعا تحية كبيرة لإلها. السيدة شهيرة فلوح هي إحدى النساء السوريات اللواتي تخطت شهرتهن حدود الزمان والمكان، لأن كانت دائما تكبر بالعطاء، تكبر بزرع الابتسامة، مكان الغصة لكل طفل وطفلة فقد أبا في ميادين الدفاع عن الوطن.